نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي نكمل الكورس بتاعنا في السيكس سيجما. واحنا وقفنا المرة اللي فاتت عن منهجية تطبيق السيكس سيجما في المؤسسات، وايه هي المنهجيات التي تطبق من اجل تطوير وتحسين الجودة. فهندرس دلوقتي منهجيتين. المنهجية الأولى كانت بدايتها في الخمسينات مع ظهور التقدم والثروة الصناعية، وهي كانت أول منهجية طبقت في تحسين المنتجات والخدمات، وكان اسمها بيديكا. بيديكا هي المنهجية الخاصة بالجودة الشاملة. وإيه هي بيديكا دي؟ ومين اللي اخترع النظرية ديت؟ يعني هنشوف دورة بيديكا، يعني تعتبر اختصار زي ما هو كده في المثال، الصورة اللي أنا حطيتها على جنب دي. بلان دو تشيك اكت. دورة بيديكا هي اختصار لبلان ودو وشيك واكت، وفي بعض المراجع بيسموها بيتسا. بلان دو ستادي اكت، بس اكترية المراجع والهاند بوكس في الموضوع بتاع الكواليتي بيسموها بيديكا. وطبعا هو خد الاربع اسماء دول وعمل السايكل اللي احنا شايفينها، بتبدا من البلان وبعد كده دو وبعد كده شيك وبعد كده اكت. طيب اللي عمل النظريه دي مستشار الإدارة الشهير قوي اللي اسمه ويليام ديمينج في الخمسينات. جه ديمينج قعد يطور شوية كده في النظريات بتاعت الجودة، وكان عايز يعمل طريقة لتحديد سبب فشل المنتجات في تلبية توقعات العملاء. يعني العميل دلوقتي بيرفض المنتج ده ليه؟ جي ديمينج في الخمسينات درس الموضوع ده وعمل له نظرية وطور النظرية، وفي بعض المراجع سموها نظرية أو دورة شيوارد. مين هو شيوارد؟ ده المعلم بتاع أو الأستاذ بتاع ديمينج. فراح جه ديمينج نسبة للمعلم بتاعه عنده وفاء، فراح مسمي النظرية بتاعت بيديكا نظرية شيوارد نسبة إلى معلمه وولتر شيوارد. يبقى ديمينج جه عايز يعمل طريقة لتحديد سبب فشل المنتجات في تلبية توقعات العملاء. ليه العملاء ما بتشتريش المنتج او بتترك منتج وتروح لمنتج اخر؟ فجه عمل النظريه دي. وطبعا النظريه دي ساعدت كتير من الشركات في تطوير الفرضيات حول ما يجب تغييره. منتج دوت اتعمل مثلا شكله كذا، راح جاي مطبق السايكل بتاع الديمينج او السايكل بتاع تشيورت اللي هي البلان دو شيك اكت، وفضلت السايكل دي ماشيه على المنتج لغايه لما طوره بقى في شكله، طوره في مواصفاته، طوره في وزنه. ففعلا النظريه بتاعت بيديكا بتاعت الجوده الشامله عملت شغل في الوقت ده. طيب ايه هي تعريف الديمينج سايكل او دوره ديمينج؟
يعني ممكن بقى نكتب مع بعض التعريف دوت، تعريف مهم جدا وبيستخدم في الإدارة في يعني في كثير من المنظمات، وفي ناس لغاية طبعا يعني شغالة كإداريا في الاتش ار وفي الإدارات كده وفي إدارات عديدة وفي السيلز وفي في المشتريات في المانجمنت بالبيدك كأساس الجودة الشاملة النظرية دي. فلو جينا نعرف تعريف صغير كده لديمينج سايكل، هي منهج تكراري من 4 مراحل لتحسين العمليات أو المنتجات أو الخدمات. نقول تاني، ديمينج سايكل هي منهج تكراري من 4 مراحل لتحسين العمليات أو المنتجات أو الخدمات باستمرار وحل المشكلات. طيب، يبقى ده تعريف المنهجية الخاصة بتاعت بيديكا أو دورة ديمينج سايكل أو تشيوارت سايكل. وعرفنا مين ويليام تشيوارت اللي هو المعلم بتاع ويليام ديمينج، اللي هو أصلا خد سماها نسبة إلى معلم. طب لو جينا نعرف بقى ال4 حاجات دول اللي هو البلان والدو الشيك والأكت، هنقول البلان ده خطط، يعني بتحدد المشكلة، بتعمل الأول تحديد للمشكلة وبعد كده بتحللها. دو نفذ، بتختبر الحل اللي انت شفته ماشي وبتقوم بتنفيذه. شيك، بتعمل دراسة للنتيجة وقياس الفاعلية. أكت، بتفعل الحل إذا كان صح. يبقى خطط تحديد المشكلة وتحليلها، نفذ اختبار الحل المحتمل، تحقق اللي هو الشيك، دراسة النتيجة وقياس الفاعلية، دو أكت إذا كان إيه؟ أكت إذا كان الحل ناجح قم بتنفيذه. يبقى جات المساعدة في تنفيذ مبادرات الجودة الشاملة اللي احنا قلنا عليها واتكلمنا عليها في البداية، في بداية الكورس، وهي ساعدت يعني تعتبر الجودة الشاملة دي ساعدت كتير قوي في منهجيتنا اللي احنا هندرسها السكس. المنهجيه الخاصه بقى بالسيكس سيجما بتاعتنا اللي هي الديماك، اللي هي اساس الكورس، يعني هي تعتبر اللي احنا هنشرحها، يعني اللي هي تعتبر الديماك دي اللي هي السيكس سيجما، يعني المنهجيه اللي بتدور عليها السيكس سيجما هي الديماك. يبقى احنا قلنا المرحله الاولى هي المنهجيه الخاصه بدائره انشطه الجوده زي ما شرحنا، وادينا طبعا عنها مقدمه دلوقتي اللي هي ديمينج، نظريه ديمينج، وقلنا ايه مين هو ديمينج، وقلنا في بعض المراجع سموها بيتسا عشان خاطر غير كده من اكت حط ستادي، وقلنا ديمينج سماها دوره تشيوارد نسبه الى العالم بتاعه والتر تشيوارد، يعني ادينا ايه مقدمه كده عنها، تمام. وهي تعتبر هي المرحله الاولى في انشطه الجوده الشامله، بمعنى بلان خطط، وافعل دو ده، وافحص شيك، واعمل نفذ اكت، تمام. والمرحله الثانيه بتاعتي بقى اللي احنا هندرسها ان شاء الله باذن الله اللي هي منهجيه الديماك، وهي المرتبطة بمنهجية برامج السيك سيجما والتي تعني اختصار للكلمات، يعني هنقول الديماج ديفاين، القياس ميجر، التحليل انالايز، التحسين امبروف، والمراقبة كنترول. طيب
في مزايا تطبيق، يعني في مزايا لتطبيق منهجيه السكس سيجما، حاجه نظري كده نقولها بسرعه قبل ما نخش ان شاء الله على المنهجيه بتاعتنا. انا هقول المزايا ديت، احنا كده كلنا كده متاهلين وايت كده، معانا الوايت بيلت. يعني بعد ما هقول المزايا بتاع تطبيق السكس سيجما دلوقتي، يبقى كل الناس اللي حضرت معايا الكورس من اوله، المحاضره الاولى والثانيه والغايه دلوقتي، من بعد المزايا كده ده الوايت بيلت، حزام الابيض. ان شاء الله اول لما هنبتدي في المنهجيه بتاعت الدماغ، هيبتدي دراسه الحزام الاصفر اليلو بيلت، وبنهايتها هيبقى نص الجرين بيلت. تمام كده؟ عشان الناس اللي كانت بتسألني من قيمة يومين على الجروب هندسة، احنا فين دلوقتي من المرجع بتاع الاي كيو اف؟ يعني المرجع بتاع الاي كيو اف دوت بتاع البلاك وبتاع الجرين كله وبتاع الماستر بلاك، يعني كل الليفلات. يعني انا مديك المرجع الهاند بوك بتاع كل ليفلات السكس سيجما، فاللي انا شرحته ده يعتبر مش يعني ايه، هتلاقيه في الموقع في سطور، انما انت عشان تدور اللي احنا درسناه من اول الكورس لغايه دلوقتي في الموقع، ممكن في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في المرجع هيبقى مثلا مقدمه سطر او اتنين او تلاته او برزنتيشن صغير كده. فالمرجع دوت مرجع السكس سيجما لكل الاحزمه. فاحنا دلوقتي ان شاء الله بعد ما نقول المزايا، يبقى كده كل الناس تعتبر متاهله وايت بيلت، اللي هو البريبريشن بتاعه السكس سيجما. طيب مزايا تطبيق منهجيه السكس سيجما، النقطه الاولى زياده رضا المستفيدين من الخدمه المقدمه ليها، دي اول حاجه. النقطه الثانيه إحلال وتجديد بعض العاملين بالمؤسسة، كل مؤسسة السكس سيجما بتعمل إحلال وتجديد نتيجة التغيرات بسبب السكس سيجما واستغلالهم الأمثل في أماكن العمل. يعني أنا هجيب الشخص دوت، يعني الشخص ده بيأدي هنا في المكان ده نص نص، فأنا هجيبه من المكان ده أحطه في المكان ده هيأدي 70% أو 80%، يبقى أنا استفدت منه في المكان الجديد احسن مكان هو شغال. يبقى انا بعمل ايه؟ احلال وتجديد بعض العاملين بالمؤسسات نتيجه التغيرات بسبب السكس سيجما واستغلالهم الامثل في اماكن العمل. تمام، دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه تغيير الاعمال الروتينيه، انا بغير الاعمال الروتينيه بقى لاعمال بالمرونه وحلول ذكيه، مش هيبقى عمل بقى روتيني لازم كل يوم اعمل كذا واسوي كذا واروح مش عارف فين الخطوه كذا، لا انا بحاول اطبق المنهجيه بتاعت السكس سيجما، فبيبقى في مرونه في التعامل ويبقى في حلول ذكيه جديده. يبقى اختلاف طرق معالجه العاملين بالمؤسسه والانتقال من الاعمال الروتينيه الى اعمال تتسم بالمرونه والحلول الذكيه في التعامل والتفكير خارج الصندوق. دي الميزة الثالثة. الميزة الرابعة خلق نوع من التحسين والتطوير المستمر داخل المنظومة العمل الإداري، على طول شغالين في تحسين وتطوير مستمر. تمام، فدي طبعا ميزة تعتبر من الميزات. خمسة، الاعتماد على المعلومات والبيانات والحقائق والدراسة، الإشكاليات بتعتمد على البيانات والمعلومات والبيانات والحقائق، ما بتخمنش، في بيانات وفي معلومات وفي احصائيات وفي شرطات وفي اساليب بتدرس عشان تحل المشاكل وتبتدي تطبق المنهجيه بتاعتك في المؤسسه، فدي تعتبر من المميزات. سته، تحديد اصحاب المصلحه اللي هم الستيك هولدرز. الستيك هولدرز اللي احنا بنسميهم المعنيين او اصحاب المصلحه المرتبطين في المؤسسه، وبالتالي بتوصل لمستوى خدمه متميز لهم.
انت بتحدد مين المعنيين عندك، الستيك هولدرز في بتوعك في المؤسسه، وبتبتدي تتعامل معاهم وبتشوف طلباتهم ايه. حضرتك انت مديري فعايز تعمل ايه؟ طب انا عندي وجهه نظر، انا تعالى اقولها لك. طب هو بيقعد معاه بيقتنع بيها، وانت بتحاول تقنعه بيها كان بيها، ما بيقتنعش بيها، بيقول لك اسباب، اسباب ايه رفضه ليها ليه، وبتبتدي في مناقشات. فانت لازم بتحدد عندك الستيك هولدرز بتوعك عشان تبتدي تقعد معاهم وتتناقش معاهم وتتكلم معاهم. المانجمنت البروجكت في ستيك هولدرز، الانتاج في ستيك هولدرز، الاداره الماليه فيها ستيك هولدرز، كل الاقسام اللي عندك بيبقى فيها ناس معنيين او رؤساء اقسام او مديرين، بتقعد تتكلم معاهم انا عايز اعمل، انا عايز اطبق، وبتشوف وجهه نظرهم ايه في اللي انت بتقوله لهم، وبتتناقش معاهم. حاجه من ضمن المميزات بتاع تطبيق السيكس مية، اللي انت بتحدد الستيك هولدرز بتوع المؤسسه وبتشوف طلباتهم، وبتشوف انت هتقدر تحدد المنهجيه بتاعتك وتطورها بناء على كل قسم موجود في الشركه او المؤسسه، او المؤسسه سواء كانت خدميه او صناعيه، وتشوف اذا كانت هتقدر تحققها باقل تكلفه ولا لا. وطبعا دي ميزه مهمه. تدريب العاملين، يعني تعتبر برضه ايه تدريب العاملين بالمؤسسه وفئات المستفيدين باسلوب دائم، يعني دي ميزه اللي انت بتدرب العمال والموظفين على المنهجيه بتاعتك اللي انت عايز تطبقها في المكان بتاعك. بتشوف في واحد كاتب في الشات انا عندي مشكله في الصوت مو قادر اسمع، هو انا كده صوتي مش واضح؟ ده كده الصوت تمام كده، هي المشكله اتحلت يعني. طيب كان في واحد برضه بيقول نفس المشكله عندي انا. طيب خلاص المشكله اتحلت، المهندس احمد حسام بيقول المشكله اتحلت. نرجع لمرجوعنا. يبقى انا عندي 7 مزايا اللي انا كاتبهم دول في الباوربوينت، هي دي مزايا تطبيق السيكس سيجما في اي مؤسسه او في اي مكان خدمي. يعني نخش بقى بعد كده، احنا كده يعتبر خلصنا الوايت بيلت. يبقى المحاضرتين اللي فاتوا والجزء الصغير البسيط اللي انا شرحته بتاع بيديكا وبتاع مميزات السيكس سيجما كده الوايت بيلت، خلاص احنا كده يعني انهينا كده على الوايت بيلت البريبريشن. هيبتدي بقى معانا الحزام جديد او بدايه حزام جديد اللي هو اليلو بيلت، من اول ده، من اول الادوات والاساليب للسيكس سيجما. الادوات والاساليب في السيكس سيجما كتير قوي، وان شاء الله هنشرحها بالتفصيل في الدماغ، وهناخد اساليب وادوات محللين والناس بتوع اللي دارسين المنهجيه طبعا عارفينها كلها، وهناخدها ان شاء الله بالتفصيل، وان شاء الله باذن الله كل الناس يعني هتطبقها في مجال عملها، وهتكون مفيدة جدا في مجال تطوير أعمالنا إن شاء الله. أنا عندي من ضمن الأدوات السبع كيو سي تولز، دول هنقولهم بالتفصيل في الدماغ، اللي هو البروسيس فلو شارت جرام والشيك شيت والهيستوجرام والباريتو والكوز اند افكت دايجرام اللي هي الفيش بون والسكاتر دايجرام والكنترول شارتس والبرين ستورمينج. في حاجات كتير يعني، وفي حاجات هناخدها اكتر من كده يعني. طبعا الحاجات دي كلها هناخدها بالتفصيل، وهنعملها بايدينا تمارين، وهناخدها كيس ستادي اول لما هنبدا ان شاء الله ايه في الدماغ. هنبتدي بقى ندرس بقى المنهجيه بتاعتنا
كل اللي انا شرحته في المحاضرات اللي فاتت كان بريبريشن، يعتبر بدايه الكورس بتاعتنا النهارده اللي هو الدماغ، المنهجيه بتاع تطبيق السكس سيجما. الدماغ ايه هي الدماغ؟ الدماغ هي منهجية تطبيق ايه؟ السكس سيجما. والاختصار بتاعها زي ما هو واضح في الباوربوينت، الدي اللي هي الديفاين، الام اللي هي الميجر، الاي اختصار انالايز، الاي اختصار امبروف، السي اختصار كنترول. يبقى هم خمس مراحل عندي. اي بروجكت تحسين في الدنيا بيتطبق عليه، بتطبق نظريه السكس سيجما عليه على الخمس مراحل دول: الديفاين، الميجر، الانالايز، الامبروف، الكنترول. هي دول الخمس مراحل بتوع الدماغ. طيب منهجيه الدماغ ايه؟ هي منهجية الدماغ، نكتب التعريف الصغير ده، هي دورة تحسين مدفوعة بالبيانات. هي دورة تحسين مدفوعة بالبيانات بتستخدم لتحسين واستقرار العمليات والتصميمات التجارية. تاني، دورة تحسين مدفوعة بالبيانات تستخدم لتحسين واستقرار العمليات والتصميمات التجارية. هو ده ايه؟ تعريف صغير كده على ايه؟ الدماغ. والدماغ الاختصار بتاعها الخمس مراحل بتوعها اللي هم الديفاين والميجر والانالايز والامبروف والكنترول. كل واحدة في دول هندرسهم بالتفصيل، وهنشوف الاساليب والادوات اللي في كل واحده في دول. وهيبقى ان شاء الله في نهايه الكورس بتاعتنا البروجكت اللي احنا هنقدمه بتاع المنهجيه، هتعمل بروجكت لكل واحده في دول. في الاخر ده البروجكت بتاعك. يعني انا دلوقتي لما باجي بعمل بروجكت 6 سيجما واطبق المنهجيه على مكان مؤسسي او مكان مؤسسه خدمي او صناعي، بطبق هم الخمسه دول في اي حته انا هروحها، هطبق الخمسه دول وبشوف كل واحده في الخمسه دول بحط لها الاساليب والشرطات بتاعتها والاساليب بتاعتها اللي ان شاء الله نبتدي ندرسها. يبقى قلنا كده منهجية الدماغ بتشتمل على خمسة مراحل لتحسين الجودة. أول مرحلة عندي اللي هي الديفاين. الديفاين اللي هو التعريف، اللي هو بيحدد المشكلة. يبقى أنا أول حاجة بعملها الديفاين، بحدد المشكلة اللي أنا هعمل لها، واللي انا هعمل لها تحسين واشوفها. طبعا لازم اشوف عباره عن ايه المشكله دي، يعني وانا داخل هعمل الدماغ. يعني الدماغ بتقول اول خطوه التعريف. ايه هو التعريف؟ تحديد المشكله. سهله اهي. يبقى اول حاجه في الدماغ الديفاين. طب ايه هو الديفاين ده؟ تعريف، بحدد الاول المشكله. وبعد ما بحدد المشكله ببتدي اشتغل بقى. ببتدي اشتغل على ايه؟ اقيس المشكله بقى، بقيسها ازاي؟ قياس وفهم ووصف المشكله. يبقى اول حاجه بعرف المشكله. بعد كده بقيسها، بعمل لها الميجر. قياس وفهم ووصف المشكله. بعد كده الانالايز، بحلل المشكله. واجيب السبب الاساسي الروت كوز للمشكله، بعمل روت كوز اناليسيس للمشكله. تمام؟ يبقى انا دلوقتي
تاني، هعيد تاني الكلام ده. منهجية الدماغ بتشمل على 5 مراحل لتحسين الجودة. أول حاجة الديفاين اللي هو التعريف. التعريف بيعمل إيه؟ تحديد المشكلة. تاني حاجة الميجر، القياس. القياس بيعمل إيه؟ بقياس وفهم ووصف المشكلة، بيقيس وبيفهم وبيوصف المشكلة، ده ندرسه في القياس. الحاجة الثالثة الأنالايز اللي هو التحليل، إيجاد السبب الأساسي للمشكلة والبحث عن أفضل الحلول. يبقى بجيب الروت كوز أناليسيس للمشكلة وأحلله والبحث، أقعد أعمل بقى سيرش بقى عن أفضل الحلول، هنا في حل وهنا في حل وهنا في حل. طب الحل الاولاني ده هيكلفني شويه فلوس، طب انا اشوف حل تاني ايه بيوفي الغرض بس ايه اقل شويه في التكلفه. طب ماشي، بس الحل اللي اكثر في التكلفه ده هياخد وقت. طب انا ابتدي افكر في ايه اسلوب جديد، يعني ابتدي بقى احلل بقى، احلل بالنسبه للتكلفه، احلل بالنسبه للتايم، احلل بالنسبه للموارد اللي معايا، احلل بعمل تحليل شامل للمشكلة وأوصفها والبحث عن أفضل الحلول. يبقى التحليل الأنالايز إيجاد السبب الأساسي للمشكلة والبحث عن أفضل الحلول، وهندرس أو هنعرف إن شاء الله إزاي. بعد ما بعمل كده وأقيس وأحلل، أعرف وأقيس وأحلل، الخطوة الرابعة بعمل تحسين، بحسن بقى الامبروف بقى بتاعي بقى، بعمل امبروف، بحسن وانفذ الاجراءات وطرق القيام بافضل الحلول. يبقى انا بعمل ايه؟ التحسين هو تحسين وتنفيذ الاجراءات وطرق القيام بافضل الحلول، بختار بقى افضل الحلول بقى واحسنها بقى، واعمل في الاخر المجمل بقى، الهدف بقى، التارجت بتاعي بقى اللي انا عايزه في المشروع او في البروجكت اللي انا نازل عليه، الامبروف بقى اللي انا بحسن بقى كل حاجه بقى ايه في الاخر. اخر حاجه بقى اللي هو الكنترول. الكنترول مهم جدا. ليه؟ عشان منع تجنب بقى ايه تكرار المشاكل والحفاظ على الحل اللي انا حليته في التحسين والحل ايه باستمرار النتائج، يعني الحل الامثل هو الحفاظ على الحل بقى اللي انا بقى حطيته وحسنته وجملته وحطيته في مرحله التحسين، فانا لازم اراقبه واعمل له كنترول عشان ما يحصلش المشكله وتتكرر تاني وارجع اعمل لها ديفاين من جديد واقيسها من جديد واحللها من جديد واحسنها من جديد. فانا لازم اراقب بقى، اراقب التحسين ده عشان يبقى ماشي على المنوال او ماشي على الطريق الصح. وطبعا هنعرف ازاي بنعمل كل حاجه. يبقى الكنترول وذلك لمنع تكرار المشاكل والحفاظ على الحل واستمرار النتائج بتاعتي. يبقى نقول تاني، التعريف تحديد المشكله، واول حاجه بعملها في البروجكت اللي انا بحد بعرف، بعمل ديفاين وهنعرف ازاي. بعد كده الخطوه الثانيه بعمل الميجر، القياس، قياس وفهم ووصف المشكله. بعد كده بحلل المشكله، ايجاد السبب الاساسي لايه للمشكله والبحث عن افضل الحلول. بعد كده بعمل الامبروف بتاعي واحسن وانفذ الاجراءات واختار افضل الحلول. بعد كده بعمل الكنترول بقى في النهايه بقى، بعمل الكنترول لمنع تكرار المشاكل والحفاظ على الحل واستمرار النتائج.
فنبتدي بقى ندرس مع بعض النهارده. اول حاجه في البروجكت، كل المشاريع اللي بتتعمل في المنهجيات بتاعت السيكس سيجما في اي مؤسسه ما، يعني الخص كده اللي فات كده كله، نتكلم شويه كده. انا دلوقتي المهندس اسامه مصطفى اتصل بيا مكان ما وقال لي احنا عايزينك يا هندسه تيجي تعمل تطوير او تطبق لنا المنهجيه. فانا طبعا اول خطوه هروح بعد ما اروح المكان دوت، بعمل الانيشيال اسيسمنت اللي احنا درسناه في المحاضره اللي قبل اللي فاتت، واشوف المكان دوت ايه السيجما ليفل بتاعته قد ايه. انا هلخص كل اللي فات واشوف السيجما ليفل بتاعته قد ايه، واحسب له الدي بي او والدي بي يو والدي بي ام او، وابتدي اشوف السيجما ليفل ايه، اعرف المكان درجه الجوده بتاعته كام سيجما، وابتدي اتعامل ان المكان ده مثلا 2 سيجما 3 سيجما 4 سيجما ايا كان. خلاص انا عرفت ايه المكان ده ظروفه ايه. بعد كده بقى الخطوه الثانيه، هطبق الدماغ. اطبق الدماغ اللي هم الخمس مراحل، الديفاين، الميجر، الاناليز، الامبروف، الكنترول. ومحاضرتنا النهارده هنبتدي ندرس الديفاين. اول خطوه عندي في الدماغ الديفاين، الخطوه الاولى تعريف المشكله. لازم اعمل تعريف للمشكله واشوف المكان ده 1 سيجما ليه، او 2 سيجما ليه، او 3 سيجما ليه. ففي مشاكل، فبناء عليه لازم اعرف المشاكل دي واعرفها واشوفها، يعني ايه هي عباره عن ايه المشاكل ديت، واصلها ايه، وبدات امتى، وازاي حددها واشتغل عليها. عشان طبعا بشتغل عليها الاول اعرفها، بعد كده اقيسها، بعد كده حللها، بعد كده حسنها، بعد كده راقبها، وافضل اراقبها بقى لغايه لما تبقى خلاص بقى منهجيه في المكان، منهجيه وفي ناس شغاله عليها وبتراقبها، ولو حصل فيها حاجه على طول الناس بتقوم بتحسين شامل عليها، تطبق المنهجيه كامله. فاول خطوه ان شاء الله هنشرحها اللي هي الديفاين النهارده. الديفاين تعريف المشكله. اول حاجه في تعريف المشكله تحديد المشكله. يقصد ايه بتحديد المشكله؟ تحديد المشكلة هم لخص تحديد المشكلة في 3 نقط. أصل المشكلة أصلها إيه؟ إيه الأصل بتاعها؟ بعد كده ابتدت إمتى؟ حصلت إمتى؟ يعني من سنة، من سنتين، من أول لما المؤسسة دي اتبنت وهم شغالين على المشكلة ديت والنتائج تراكمت. وبعد كده بعمل خطة. يبقى هم 3 حاجات لتحديد المشكلة: أصل المشكلة، متى بدأت، خطة العمل المطلوبة لحل المشكلة. أنا لازم أعمل لكل مشكلة خطة. فالتحديد بتاع المشكلة هو عبارة عن 3 عناصر. أول حاجة أصل المشكلة، أصلها إيه؟ تاني حاجة متى بدأت؟ من فترة كبيرة، لسه بادئة دلوقتي، بدأت من زمان وهم مش واخدين بالهم. خطة العمل المطلوب. يبقى أنا بحدد المشكلة عن طريق إيه؟ بفكر الأول قبل ما أحدد، بفكر في 3 حاجات: أصلها إيه؟ ابتدت إمتى؟ وأعمل خطة كده في دماغي عشان ايه المشكله دي. طيب
حاجه بعد تحديد المشكله حاجه اسمها ايه؟ تطبيق التعريف. بطبق بقى الديفاين، انا خلاص بقى انا كده ايه حددت مشكلتي اصلها كان ايه؟ ابتدت امتى؟ وظبطت في دماغي كده ايه خطه، عملت سكيدول ليها، هبتدي ازاي واعمل ايه واسوي ايه ابتدي اطبق بقى. يعني انا كده ايه خدت افكار او خدت معلومات، ابتدي بقى اعمل ابلاي واطبق واشوف هعمل ايه. عشان تطبق بتعمل حاجه اسمها تحديد المشروع. عشان تطبق التعريف في المشروع بتعمل حاجه اسمها ايه؟ تحديد المشروع. تحديد المشروع دوت كل نقطه في دور هنشرحها بالتفصيل. تحديد المشروع عباره عن ثلاث نقط: تحديد المشاكل وتقييم المشروع واختيار المشروع. طيب دي اول حاجه هندرسها في التطبيق، اللي انا احدد المشروع عن طريق هنقول يعني ايه تحديد مشاكل، هنقول يعني ايه تقييم مشروع، هنقول يعني ايه اختيار مشروع. تاني حاجة انشاء المشروع. تاني حاجة انشاء المشروع عبارة عن اعداد بيان مهمة واعداد فريق وتحقيق والتحقق من فهم المهم، وهنقول كل واحدة بالتفصيل وبتفكر فيه. اخر حاجة هنعمل ميثاق المشروع اللي هو البروجكت شارتر. طبعا الناس اللي خدت بي ام بي عارفه يعني ايه البروجكت شارتر. البروجكت شارتر اللي هو العقد، هعمل عقد مع المؤسسه، عقد بالمشروع، هو ده البروجكت شارتر. يبقى انا اطبق الديفاين ازاي؟ عن طريق الثلاث حاجات دول: تحديد المشروع، وعباره عن تحديد المشروع عباره عن تحديد المشاكل، تقييم المشروع، اختيار المشروع. يبقى انا كده حددته، انا كده حددت مشروعي بعد ما هدرس البوينت دي بالتفصيل دلوقتي. في ديتيلز هنقولها كتير في الحاجات دي دلوقتي. بعد كده بعمل الانشاء بتاع المشروع، اعداد بيان المهمه النقطه الاولى، اعداد الفريق النقطه الثانيه، التحقق من فهم المهمة النقطة الثالثة. بعد كده في الآخر بعد ما أحدد المشروع وبنشئ المشروع بعمل العقد بقى مع المشروع، بعمل العقد بتاع المشروع مع 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 الجهة بقى التوب مانجمنت، بقعد معاه وبعمل البروجكت شارتر. وهنعرف إزاي بنعمل البروجكت شارتر وبنعمل الميثاق بتاع المشروع بتاع. طيب نتكلم على أول حاجة النهاردة اللي هو تحديد المشروع. تحديد المشروع أول نقطة فيه اللي هي تحديد المشاكل. إيه هي تحديد مشاكل المشروع؟ وبعرف إزاي أحدد. أنا بحدد المشاكل بتاعة المشروع إزاي؟ لكل مشاكل مشروع ازاي احددها؟ لازم تكون في داتا، لازم تكون في معلومات انا اتسند بيها او تساعدني على فهم مشكله المشروع ده. يعني معلش دلوقتي انا دلوقتي هو شغال في شركه انشاءات، اتصل بيا شركه مثلا ايا كان اسمها، يعني مش عايزين نقول اسماء، شركة حلويات، تعالى يا باشمهندس أسامة عايزين نطبق المنهجية عندنا. طب أنا هروح، أنا شغال، يعني أنا شغال في مجال غير المجال، فأنا هروح الأول عايز معلومات عن المكان ده، عايز داتا عن مكان، يعني ده بيصنع حلويات، فأنا عايز أعرف إيه المشاكل اللي فيه، فلازم أجيب معلومات. طب أنا أجيب المعلومات دي منين؟ أجيب المعلومات دي منين؟ يبقى أنا الأول حاجة عشان اعمل تحديد لمشاكل المشروع لابد من مصادر للمعلومات.
التي يمكن ان تساعد على فهم حل المشكله. لازم اجيب معلومات. طب المعلومات دي اجيبها منين؟ او ايه هي المعلومات دي؟ او هتبقى مصادري يعني المصادر بتاعتي انا هجيب منين المعلومات اللي هتحدد لي المشكله في المشروع. واحد، او اول حاجه الشكاوى بتاعت العملاء. اكيد المكان ده فيه مكتب بيكتب او فيه ارشيف فيه الشكاوى بتاعت العملاء، خدمه العملاء، يبقى فيه شكاوى. المنتج دوت، لا والله ده السكر بتاع الحلويات ده كتير، لا والله لا بص ده انتوا الدسم قوي وبتحطوا مش عارف، يعني اكيد في بتبقى مشاكل للمكان دوت. فالشكاوي دي بتتحط في ارشيف للمراجعه، فانا ببص على الشكاوي بتاعت العملاء، يبقى ده اول مصدر ليا للمعلومات في تحديد مشاكل المشروع، شكاوي العملاء. اي مكان في الدنيا بيصنع او بيقدم خدمه او بيبقى ليه خدمة عملاء، وخدمة العملاء دايما بتعمل حاجة اسمها الفويس اوف كاستمر. ايه هو الفويس اوف كاستمر؟ اللي هي بتحدد متطلبات العميل. اي مكان معروف الفويس اوف كاستمر بتاعي، الشكاوي بتاعت العملاء ده، بعمل استبيان، للمنتج للعميل ده. قطعة الجاتوه دي مثلا دي من واحد لغاية عشرة، التورتة من واحد لغاية عشرة، مش عارف البسبوسة، بالمنتجات بتاعته بيعمل لها فويس اوف كاستمر. وبيجي العميل بيعمل الاستبيان، او في اي مشكلة بقى بتبان بقى الشكوى، سواء كانت شكوى بقى تليفونية، سواء كان في الاستبيان اللي بيعمله العميل في الفويس اوف كاستمر، مدى رضا، العميل عن المنتج. فانا بجمع الشكاوي دي عن طريق الايه؟ الفويس اوف كاستمر او الارشيف. الشكاوي بقى اللي هي بتيجي تليفونيا بيتعمل لها ارشيف، او الشكاوي اللي بتيجي عن طريق الميل، او الشكاوي اللي بتيجي عن طريق ايا كان نوع الشكوى جايه ازاي. بلم الكليم ده كليمز، بلم الكلمات دي كلها وابتدي ادرسها، واعرف الشكاوي دي جت في ايه وايه سبب المشاكل دي، وابتدي اتعامل معاها وافلترها واشوف المشاكل دي حصلت ليه واعالجها، وابتدي بقى اشتغل بقى واطبق بقى المنهجيه بتاعتي. يبقى انا بشوف الشكاوي، ديت بجمعها ازاي؟ بجمعها عن طريق الارشيف، بجمعها عن طريق الاستبيانات الفويس اوف كاستمر، بجمعها عن طريق الشكاوي بتاعت الميلز، اي شكاوي بتيجي على الايميلز، بجمعها عن طريق الشكاوي اللي بتيجي تليفونيا، واعمل فولدر كامل للشكاوي بتاعت العملاء وادرس المشاكل. يبقى انا كده دي اول نقطه في تحديد مشاكل المشروع، بلم معلومات، ألم معلومات وداتا من شكاوي العملاء. دي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، آراء المديرين والموظفين اللي في المكان. أجي أسأل الموظفين بقى اللي في المكان، ما أنا ما أعرفهمش، أجي أسأل بقى أنا والتيم بتاعي اللي أنا كريته، حضرتك إيه المشكلة عندك؟ طب أنت شغال هنا بقالك كام سنة؟ طب أنت من خبرتك كده يعني، معلش يعني، التورته اللي انت بتصنعها دي يعني ايه مشاكلها؟ هل هي فيها سكر كتير؟ هل فيها سمنه كتير؟ هل ما فيها سكر قليل؟ يعني ايه مشاكلكم؟ يعني انا ما اعرفش المكان. فانا بلم برضو معلومات من الموظفين اللي في المكان والمديرين اللي في المكان، وبلم المشاكل وببتدي ايه؟ ادونها، اكتب أنا والفريق اللي معايا عشان نبتدي نحسن ونعمل المنهجية ونطبقها. أنا مش فاهم السؤال.
الاستاذ شريف آسر كاتب هي كانت مشكلة امتى بقت مشروع. بص يا استاذ شريف، المشروع بتاع السكس سيجما هو انت تعتبر بتحل مشاكل فيه، يعني هو يعتبر مشروع السكس سيجما انت بتطور وبتحل مشاكل وبتعالج مشاكل وبتحدد اسس بتمشي عليها. بعد ما بتحل المشاكل بتبتدي تحط الايه المنهجيه، والناس بقى بتمشي على المنهجيه دي. تمام كده، واضح السؤال؟ طيب نرجع بس لمرجوعنا، هنشوف الاسئله ان شاء الله في الاخر. انا يعني متهيألي الحاجات اللي انا بقولها يعني سهله. يبقى انا بحدد مشاكل المشروع عن طريق داتا، معلومات بجيبها بتساعدني على ايه؟ الفهم بتاع المشكله. عن طريق ايه؟ الشكاوى بتاعت العملاء والفويس اوف كاستمر والشكاوى اللي بتيجي عن طريق الايميلز والمكالمات التليفونيه. بجمع مجموعه الشكاوى بتاعت العملاء ايا كان بتيجي ازاي؟ عن طريق الاستبيانات كوتشنرز، عن طريق الفويس اوف كاستمر، عن طريق الايميلز، عن طريق المكالمات التليفونيه، وابتدي ايه افلتر المشاكل واشوف اكثر المشاكل واعمل لها بريورتي وابتدي احلها. الداتا الثانيه او المعلومات الثانيه عن طريق ايه؟ اللي انا اسال واتكلم مع الناس الموظفين والمديرين بتوع المكان وابتدي اشوف الكلام ده. هيقولوا لي اكيد هيساعدوني، يعني اكيد هيقولوا لي المشاكل هنا عندنا في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، وبيجي بيحصل مشاكل في كذا وشكاوى في كذا، فانا اكتب الكلام ده. الحاجه الثالثه اللي انا بقى اشتغل على نفسي، بقى ابتدي بقى انا والتيم بتاعي بقى نشتغل بقى على مصادر المعلومات. بعد ما اجيب شكاوى العملاء واراء المديرين والموظفين ابتدي انا اعمل مراجعاتي، بقى ابتدي انا بقى اراجع واعمل مراقبه بقى. يبقى ايه المراجعات والمراقبه؟ عن طريق انا بقى والتيم اللي معايا. تمام، يبقى اول نقطه تحديد مشاكل المشروع اللي هي مصادر المعلومات اللي ايه اللي انا اقدر افهم بيها المشكله. عن طريق مصادر المعلومات دي بتكون شكاوى العملاء، اراء المديرين والموظفين، المراجعات والمراقبه. دي النقطه الاولى اللي هي تحديد مشاكل المشروع، فبلم المعلومات. النقطه الثانيه تقييم المشروع. تقييم المشروع بقى اقيم المشروع بناء على ايه؟ اكيد برضو نفس الكلام اللي احنا اتكلمناه في تحديد مشاكل المشروع، لازم معلومات. كل حاجه عندي في المنهجيه داتا واحصائيات واساليب ومعلومات، يعني احنا ما بنخمنش، لازم الم معلومات انا والتيم اللي معايا، انا والفريق اللي معايا بجيب معلومات. طيب تقييم المشروع طبعا بيتطلب معلومات برضو اكيد عن طريق الشكاوي ومستوى الجودة اللي فاتت السابقة والقصور، اوجه القصور اللي هي كلفتني كتير ودفع والمكان دفع فيها كتير الاكثر تكلفة. يعني دي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة الامور السلبية على الموظفين، اكيد في المكان ده في موظفين ففي اكيد سلبيات ليهم اثرت على المكان فطلعت فيه مشاكل. يبقى انا بقيم المشروع بتاعي عن طريق أربع نقط مهمة قوي. النقطة الأولى يبقى التقييم يتطلب معلومات عن النقطة الأولى الشكاوى. يبقى أنا بقيم المشروع عن طريق معلومات. طب المعلومات دي بجيبها منين؟ الشكاوى اللي هي بتاعت العملاء. اتنين، مستوى الجودة السابقة. ثلاثة، أوجه القصور الأكثر تكلفة
اشوف اللي انا قصرت فيه، أو مش انا، المكان قصر في ايه، او ايه اوجه القصور في المكان او المؤسسه دي سبب تكلفه عاليه او سبب خساره في المكان. بعد كده ايه الامور السلبيه على الموظفين؟ ايه هي الامور السلبيه اللي على الموظفين؟ يعني في سلبيات من الموظفين، هل ده كسلان، هل ده غياب، هل ده مش مؤدي في المكان بتاعه كويس فانا هشيله في المكان ده واحطه ده، يعني ايه ابتدي الم معلومات عشان اقيم المشروع. دي اول نقطه. يبقى انا عندي تقييم المشروع، النقطه الاولى اللي فيه التقييم بيتطلب معلومات. طيب النقطه الثانيه في تقييم المشروع حاجه اسمها التقييم الموضوعي. ايه هو التقييم الموضوعي ده؟ التقييم الموضوعي اي مشروع بعمله في الدنيا بيحتاج لايه تقييم موضوعي. تقييم موضوعي بينقسم الى برضو عده نقط. بعد ما بلم المعلومات ببتدي اقيم المشروع بتاعي، ماشي، موضوعيا بقى عن طريق برضو اربع نقط زي اللي احنا ايه خدناهم في المعلومات. النقطه الاولى التاثير. انا يعني ايه تقييم موضوعي؟ يعني التارجت بتاعي ايه، او انا هحقق ايه، او هدفي ايه. انا بقيم الموضوع ده موضوعيا. طب انا عايز ايه كم من منهجيه سيكس سيجما في المكان ده عشان اقيم المشروع؟ فانا قيمته عن طريق الايه الداتا. بعد كده بقيمه عن طريق الهدف. هدف انا ايه بقى؟ انا اول نقطه عندي التأثير المحتمل على الاحتفاظ بالعملاء. انا عايز اخلي، انا عايز احافظ على العملاء بتوعي. طب انا اعمل ايه يعني؟ فانا لازم اعمل تأثير محتمل على الاحتفاظ بالعملاء. يبقى انا التارجت الاساسي بتاعي اللي انا احافظ على العميل بتاعي، ما اخليهوش يهرب مني ويروح لغيري. يبقى اول نقطه التأثير المحتمل، التأثير المحتمل على الاحتفاظ بالعملاء. تاني حاجة عايز اكسب عميل جديد، عايز اكسب ثقة عميل جديد. يبقى هو ده برضو من ضمن التارجت التاني اللي انا حافظ على العملاء بتوعي اللي شغالين معايا. النقطة التانية اللي انا اكتسب ثقة عملاء جدد، او عايز اجذب ليا عملاء جديدة عشان اكتر من العملاء اللي بيتعاملوا مع المؤسسة او المؤسسة الصناعية أو المؤسسة التجارية أو المؤسسة الخدمية اللي أنا شغال فيها. فالنقطة الثانية اللي هي جذب عملاء جدد. ممكن واحد كاتب أستاذ أشرف فتحي بيقول ممكن سلبيات على الموظفين من جانب الإدارة، ممكن، وليه لأ؟ يبقى تاني حاجة جذب عملاء جدد. يبقى التارجت الأساسي أو التارجت الأساسي عشان أقيم مشروعي التأثير المحتمل على الاحتفاظ بالعملاء بتوعي. لازم أحافظ على العملاء ما أخليهمش يمشوا ويروحوا غيري يتعاملوا معاه، فبالتالي أنا أخسر. النقطة التانية اللي أنا أجذب ليا عملاء جدد. طيب النقطة الثالثة عايز أقلل التكاليف بتاعت النوعيات الرديئة. يبقى أنا أقلل تكاليف النوعيات الرديئة اللي هي بنتجها أو معرضة للخدمة. طبعا أي حاجة بتتعمل رديئة فما بتتباعش، فأنا كده خسرت التكلفة. أنا كده كلفتها وما اتباعتش، كلفتها وما اتباعتش، فكده تعتبر ايه؟ خسارة ليا. يبقى النقطة التانية او التارجت التالت ليا اللي انا اعمل خفض تكاليف النوعية الرديئة. خفض تكاليف النوعية الرديئة، سي بقى انا بصنع او بخدم او ايا كان اللي انا بعمل البروسيس، ايا كانت البروسيس بتاعتي ايه، خدمية او صناعية، فانا لازم اخفض التكاليف، اخفض التكاليف بتاعت النوعيات الرديئة. ما احاولش اطلع نوعيات رديئة عشان ما مش هتتباع.
اي منتج او اي خدمه رديئه مش هتتسوق ولا هتتباع، فهتضطر هتبقى ركود عندي، فانا كده التكلفه انا اللي شلتها. يبقى حاول اقلل تكلفه النوعيات الرديئه. ثلاثه اربعه لازم اخلي العميل دايما ساتسفايد علي، راضي. لازم اعزز النقطه دي، لازم يكون العميل راضي عن المنتج بتاعي وعن المكان بتاعي، يبقى تعزيز رضا العملاء، ساتسفايد كاستمر. خلاص، يبقى احنا دلوقتي عرفنا ازاي بنقيم المشروع. بنقيم المشروع عن طريق حاجتين: معلومات وتارجت، هدف اللي هو التقييم الموضوعي. التقييم الموضوعي اللي هو الهدف اللي انا لازم احققه. بلم معلومات ازاي؟ عن طريق الشكاوي ومستوى الجوده السابقه واوجه الكسور الاكثر تكلفه والامور السلبيه على الموظفين. يبقى هي دي المعلومات اللي انا بلمها. النقطه الثانيه بتاع التقييم الموضوعي اللي هو التارجت بتاعي، التاثير المحتمل على الاحتفاظ بالعملاء وجذب عملاء جدد وخفض تكاليف النوعيات الرديئه وتعزيز رضا العملاء. طيب، ثالث حاجة اختيار المشروع. يعني ايه اختيار المشروع؟ اختيار المشروع الوصول إلى مستوى جديد من الأداء للمنتج أو الخدمة. تاني، يعني أنا هقول اختيار المشروع هو الوصول إلى مستوى جديد من الأداء للمنتج أو الخدمة. دي النقطة الأولى في اختيار المشروع. يبقى أنا لازم أوصل لمستوى جديد، ما يفضلش المستوى بتاعي زي ما هو اللي أنا شغال عليه من أول لما فتحت المكان. لا، لازم أوصل لمستوى جديد أنافس بيه في السوق عشان أكسب. ما أفضلش أنفذ اللي أنا شغال بيه وأفضل شغال عليه على طول. لا، لازم أبص وأوصل لمستوى جديد في الأداء للمنتج أو الخدمة. النقطة الثانية قياس أوجه القصور، أشوف أنا مقصر في إيه وأحاول أقيسه وأعالجه. يبقى النقطة الأولى الوصول لمستوى جديد من الأداء للمنتج أو الخدمة. اتنين، قياس أوجه القصور. آخر حاجة، ثلاثة، محاولة إيجاد السبب الجذري اللي هو الروت كوز. لازم أحط الروت كوز للمشكلة، أعرف السبب الجذري للمشكلة. المشكلة دي السبب الجذري فيها كذا، أبتدي أعالجه، أجيبها من جذورها زي ما بيقولوا كده، أجيبها من جذورها. لما أجيبها من جذورها، حليت المشكلة من جذورها، خلاص هتبقى الثمار كويس ناضجة. يبقى تاني هقول اختيار المشروع عندي فيه ثلاث حاجات أساسية: الوصول إلى مستوى جديد من الأداء للمنتج أو الخدمة، قياس أوجه القصور، محاولة إيجاد السبب الجذري للمشكلة اللي هو إيه؟ الروت كوز بتاعتي. أشوف الروت كوز وأحاول إيه؟ أحل المشكلة من جذورها، أجيبها من جذورها، ما أجيبش من الثمار من فوق، لا، أجيب المشكلة من أولها عشان أعالجها، عشان بعد كده أي نبتة أو أي ثمار يطلع من المكان يبقى ناضج. طيب، يبقى ده بالنسبة لاختيار المشروع. ويبقى كده أنا خلصت تحديد المشروع.
نقول كده بقى في عجاله بسرعه ريفيجن سريع عن تحديد المشروع. ايه الوقت خلص بسرعه كده. تحديد المشروع، تحديد المشاكل وتقييم المشروع واختيار المشروع. تحديد مشاكل المشروع، قلنا لازم عشان احدد مشاكل المشروع لازم في مصادر معلومات بتساعدني على فهم المشكله. شكاوي، اول مصدر شكاوي العملاء، وقلنا شكاوي العملاء دي بجيبها عن طريق الايميلز، واجيبها عن طريق الفويس اوف كاستمر، واجيبها عن طريق الاستبيانات، واجيبها عن طريق المكالمات التليفونيه للعملاء. بكون الشكاوي وادرسها وفلترها واشتغل عليه. تاني مصدر من المعلومات اراء المديرين والموظفين. ثالث حاجه المرجعيات والمراقبه اللي انا بقى بشتغل بيها انا والتيم بتاعي. ابتدي بقى راجع واعمل مراجعات واعمل مراقبه. ماشي. ثاني حاجه في التحليل بعمل تقييم المشروع. التقييم ده بيتطلب معلومات وتقييمات موضوعيه. التقييم بتاع المعلومات زي الشكاوي، مستوى الجوده السابقه، واوجه القصور الاكثر تكلفه، والامور السلبيه على الموظفين، والمشروع بتاعي بتاع التقييم الموضوعي اللي هو التارجت بتاعي اللي هو التاثير المحتمل على الاحتفاظ بالعملاء وجذب عملاء جدد وخفض تكاليف النوعيه الرديئه من المنتج او الخدمه وتعزيز رضا العملاء بتوعي. بعد كده اختيار المشروع. اختيار المشروع اللي هو الوصول لمستوى جديد من الاداء للمنتج او الخدمه وقياس اوجه القصور ومحاوله ايجاد السبب الجذري للمشكله. انشاء المشروع. خش بقى على النقطه الثانيه اللي هي انشاء، اللي هي نرجع لها برضو الباوربوينت الاولاني اهو. انشاء المشروع اول نقطه في ثلاث نقط اللي هو اعداد بيان المهمه واعداد الفريق والتحقق من فهم المهمه. هنشرح كل واحده بالتفصيل في انشاء المشروع. أول حاجة عندي في إنشاء المشروع رقم واحد إعداد بيان المهمة. إيه هو بيان المهمة؟ بيان المهمة هي تعليمات للفريق اللي معايا، الفريق اللي أنا كريتته، اللي هو يعتبر مجمل أو متجمع من المكان أو من المؤسسة لتطبيق المنهجية. يبقى البيان المهمة هو تعليمات للفريق لمعالجة مشروع تحسين الجودة. يبقى هو بيان المهمة هو تعليمات للفريق التيم اللي أنا كريتته لمعالجة مشروع تحسين الجودة. طيب بيان المهمة بيصف ايه؟ اكيد اي بيان في الدنيا او اي ريبورت او ايا كان الداتا بتصف حاجة. انا هوصف ايه في البيان بتاعي عشان انشئ المشروع بتاع الديفاين؟ اول حاجة يصف بيان المهمة او النقطة المشكلة التي يجب حلها. يبقى انا لازم اوصف المشكلة التي يجب حلها. احط في البيان بتاع المشكله اللي انا عايز احلها ايا كان بقت المشكله بقى. طيب النقطه الثانيه اللي في البيان الهدف من المشروع. اكيد في هدف، يعني وانا بحدد المشكله احلها لازم في تارجت احققه عشان احل المشكله دي، لازم يكون فيه هدف امشي عليه. يبقى انا عندي البيان بتاع المهمه بيصف حاجتين، المشكله التي يجب حلها والهدف من المشروع بتاعي. طيب في خطوات هعملها عشان اعمل اعداد بيان المهمه، ايه هي الخطوات دي؟ الخطوات دي
مهمه جدا، لازم يعني اعمل ستيبس امشي عليها عشان احدد اعداد بيان المهمه اللي انا هخش اشتغل عليها انا والفريق بتاعي. اول نقطه ترتيب المشكله. يعني ايه ترتيب المشكله؟ لازم اعمل للمشكله الرينج، منخفضه عاليه ومتوسطه، المشكله دي كبيره، المشكله دي صغيره، المشكله دي وسط. احدد ترتيب المشكله. يبقى اول نقطه اشتغل عليها بعمل ترتيب للمشكله، ما تسيبهاش عاليه اي، منخفضه لو، متوسطه ميديوم. احدد ترتيب المشكله بتاعتي، لان ممكن يكون البروسيس فيها مجموعه من المشاكل، مش مشكله واحده، مجموعه. فانا بعمل بريورتي وفلتر المشاكل دي، ايه الاولويه الاولى، الاولويه الثانيه في الحل، الاولويه الثالثه، واكتب في البيان اول مشكله هعملها احلها ان شاء الله مشكله الايه. احنا كنا واخدين مثال على الجاتو والسكر، اول مشكله عندي السكر الزياده مثلا اللي بيشتكي منه العملاء كتير. المشكله الثانيه ان السمنه كتير، فدي خليها ايه متوسطه. المشكله منخفضه اللي مش عارف ايا كانت بقى. يبقى احدد او ارتب المشاكل اللي عندي في البروسيس. تمام. طيب النقطة اللي بعد كده، فهم المجالات، فهم المجالات التي ستؤثر على المشكلة. يعني أنا دلوقتي مش شغال في مجال الحلويات، أو مش شغال في مجال الكمبيوتر، أو مش شغال في مجال السيراميك، أو مش شغال في مجال البنوك، أو مش شغال في مجال في مجال الصحة. لازم أفهم المجال اللي أنا شغال فيه اللي هيأثر على المشكلة، أفهم الدنيا في المكان ده شغالة إيه، وبناء عليه أبتدي إيه أشوف المشكلة. يبقى فهم المجالات التي ستؤثر فيها المشكلة. طيب ثلاثة، معرفة الموارد المتاحة. ايه الموارد المتاحه ليا اللي انا هقدر استخدمها عشان اعمل البيان؟ هل الموارد دي برامج على الكمبيوتر؟ هل هي ورق هتجيلي البيان ده على ورق هيطبع؟ هل هو هيجيلي عن طريق ايميلز؟ فانا عايز اعرف الموارد الايه المتاحه اللي انا هقدر اعمل بيها البيان. هل هي هيعمل لها هتيجي مطبوعة، ولا هتيجي عن طريق ايميلز، ولا هتيجي عن طريق برامج؟ فأعرف الموارد المتاحة. صلاة الجمعة بدأت. طب يعني نكمل بكرة بقى إن شاء الله يعني. طب أشرح، طب اشرح، طب اكمل، طيب دي بسرعه كده اللي هو اعداد البيان المهمه. يعتبر احنا خلصناه، هم الثلاث خطوات دول. يبقى ترتيب المشكله، عاليه منخفضه او متوسطه. اثنين، فهم المجالات التي ستؤثر فيها المشكله. ثلاثه، معرفه الموارد المتاحه. طيب في ناس كتبت لي اللي هي عايزه تلحق الصلاه في البلاد الثانيه، طب نخلي بقى اعداد الفريق بكره. مش هتكلم انا في مشكله في النقطه الثانيه بتاعت انشاء المشروع، النقطه الثانيه في انشاء المشروع اللي هي اعداد الفريق، اشرحها بقى بكره ان شاء الله، عشان هو كمان الوقت الساعه كام؟ الساعه 10:10. طيب لو اي حد عنده سؤال، طبعا الناس تقدر تروح دلوقتي، اللي عايز يروح الصلاه. انا كده خلصت النهارده ان شاء الله، وقفنا عند اعداد بيان المهمه.
باشمهندس عمرو، باشمهندس احمد حسام، لو في اي حد عايز يسالني اسئله، انا طبعا موقف الميكروفونات، انا يعني اللي عايز يسال سؤال يكتبه في الشات. باشمهندس عمرو معايا؟ السلام عليكم باشمهندس، يا ريت يا جماعة اللي باشمهندس عنده احمد أي حسام معايا؟ سؤال ممكن يبعت في الشات، ايه؟ هيبعت في الشات دلوقتي، الشات مفتوح و... انا هبص على الشات عندي، ولو اي حد عايز يكتب اي اسئله يكتبها على الشات، عشان بس الايه، لو شغلت الميكروفونات يعني مش هنعرف نتكلم يعني. فاي حد من حضراتكم عنده سؤال يكتبه لي على الشات، وانا ان شاء الله هقوله يعني. طبعا كل الناس كاتبه قربة من بلادنا وقت صلاه الجمعه. طبعا انا خلاص كده المحاضره كده النهارده انتهت، وهنكمل بكرة إن شاء الله في نفس ميعادنا الساعة 9 بكرة إن شاء الله بتوقيت مصر القاهرة. اللي عنده بس أي سؤال، يعني أي حد من القاهرة لسه ميعاد الصلاة طبعا ما جاش، أي حد عنده سؤال من أول الكورس. ايه اللينك، ايه اللي مش شغال؟ طيب بقى ما فيش اي اسئله يعني. كده ما فيش اي اسئله. لو انا متهيألي لغايه دلوقتي الكلام اللي احنا قلناه النهارده في الديفاين كله يعتبر نظر يعني. فكل اللي انا قلته يعتبر النهارده نظري بس بيتطبق يعني، كل الحاجات اللي انا قلتها دي نظري بس بتتطبق، اساليب بتطبق وخطوات. ازاي اطبق بقى كل الشروط دي؟ شركه ميه ماشي. انت شغال حضرتك استاذ مصطفى مرعي، شغال في شركه ميه ومحطه. بص يا استاذ مصطفى، ايا كان المكان اللي انت شغال فيه بتطبق المنهجيه، الميه بروسس. طب عشان بكون الميه ايه اللي بيحصل؟ بتخش على مجموعه من المراحل، مكونات الميه ومجموعه من المحطات عشان تبقى منتج نهائي. انت حضرتك بتدرس، طبعا انت شغال في الحاجات دي واوير اكتر مني بيها، فبتشوف المراحل اللي بتمر بيها البروسيس عشان تبقى فاينل برودكت، اللي هي الميه اللي هتجيلنا عن طريق المواسير وكده. فانت بتشوف المراحل اللي عندك في المحطه ايه عشان بيوصل ليها لفاينل برودكت، وبتطور وبتحسن كل مرحلة عندك، وبتشوف المشاكل اللي عندك في كل مرحلة وبتطبق عليها الديفاين. وطبعا لما بتطبق عليها الديفاين بنحدد كل اللي احنا قلناه، بنحدد كل اللي احنا قلناه في الديفاين. تمام كده، وضحت يا استاذ مصطفى؟ تمام. باشمهندس أسامة، في سؤال بيسأل ايوه محتاج توضيح أكتر للمشكلة والمشروع، إيه المشكلة وإيه المشروع؟ في ناس متلخبطة ما بين الاتنين. طبعا طبعا يعني لو هي المشكله دي جزء من المشروع. انا عشان اعمل مشروع لمنهجيه السكس سيجما زي ما اتفقنا، بطبق 5 مراحل بتوعي اللي هم الدماغ، اللي هو الديفاين والميجر ماشي، الديفاين والميجر. نرجع ثاني طبعا عشان يعني نشرح كده على بالباور بوينت عشان الناس برضو تفتكر اهي. ده المشروع بتاعي، يعني شايفين حضراتكم معايا؟
ده المشروع بتاعي. المشروع بتاعي عبارة عن ايه في منهجية تطبيق السيكس سيجما؟ دماغ. هو مشروعي دماغ، المشروع اللي انا هعمله دماغ. اول نقطة في المشروع، المشروع ده كبير يعني الناس بتشتغل عليه سنة واثنين. انا كان ليا واحد زميلنا شغال في شركة فودافون عشان يطبق على الابراج بتاعة الاتصالات اللي هي في اللي بتتنصب دي، قعد حوالي 3 سنين عشان يعمل مشروع وزود عدد الابراج وزود وحسن من مستوى خدمة المكالمة. والمشروع ده مش بيتعمل في يوم وليلة. بس بطبق ايه بقى في المشروع؟ بطبق الخمس حاجات دول: الديفاين، الميجر، الانالايز، الامبروف، الكنترول. المشكلة فين؟ هي الديفاين. يعني الديفاين ده هي المشكلة، ده جزء من المشروع. انا بعرف المشكلة، بعرف المشكلة جوه المشروع. طيب اللي كان بيسأل كده فهم؟ باشمهندس احمد حسام، مين اللي كان بيسأل السؤال ده؟ خلاص هو كده ايه؟ الاستاذ اشرف، الاستاذ اشرف فتحي. الاستاذ اشرف فتحي. طب الاستاذ اشرف فتحي كده فهم؟ تمام وصل. طيب في حد تاني عنده سؤال؟ بيقول عندي المصنع كبير ومحتاج لعمل التمرين المطلوب. دي حاجة بقى ماشي، خلاص هنديك فرصة لغاية نهاية القرص اللي انت تعمل ايه؟ الانيشال اسيسمنت. شو انت تقصد كده؟ التمرين اللي احنا اديناه اللي هو الانيشال اسيسمنت. خلي بالكم في ناس كتير قوي ما عملتش التمرين، طبعا ده هيأثر. المهندس احمد حسام كتب لكم النهارده على الجروب النجاح، يعني نجاح الشهاده اللي هي هتجي لكم في نهايه الكورس هتبقى طبعا 6 سيجما ميثودولوجي. الشهاده هيبقى في شرطين: التمارين اللي احنا بنديها دي والحضور. وهيبقى في نهايه الكورس بروجكت بقى للخمس حاجات دول اللي هو الدماغ. طيب ايه تاني؟ حد عايز سؤال تاني؟ تمام، اشكرك على الوقت المفتوح نوع. ماشي، لا اعفيني من الباوربوينت، انا اتكلمت في الموضوع ده قبل. حد عنده سؤال تاني؟ حد عنده اي اسئله تانيه؟ اول محاضرتين المهندس احمد حسام شيرهم على اليوتيوب، عملهم كتر خيره، عمل لنا مونتاج جميل جدا على اليوتيوب ونزلهم في الجروب، تقدر حضرتك تشوفهم في الجروب. لا، مين اللي كاتب اقدر اعمل تقييم لبند واحد اعمل بمجال الانشاءات؟ لا بص، مجال الانشاءات انت هتشوف الفاينل برودكت بتاعتك فين. انت راجل شغال كهربائي، مهندس كهرباء او كهربائي او ايا كان في الانشاءات، القصة بتاعتك في الكهرباء. طب عشان اوصل للمجال بتاعي في الكهرباء لازم يبقى في يونت كنترول في العمارة دي او بوصل الكهرباء، هو ده الفاينل برودكت. انت بتطور على الفاينل برودكت بتاعك، تمام؟ ما بتطورش بقى على الخشب ما بتطورش على الطوب، انت بتشوف انت فين اخرك فين في مجال عملك. الفاينل برودكت بتاعك فين؟ البروسيس بتاعتك النهائيه فين عشان يبقى منتج كامل كامل بالنسبه لمجال عملك انت بتطور فيه وبتعمل مشروعك عليه. فما بتبصش للمجالات الثانيه. فهمتني كده؟ المهندس محمد فهمت قصدي؟ تمام. المشروع المهندس محمد مشروع انشاء فيلات سكنيه، يبقى انت الفاينل برودكت بتاعتك فيلات سكنيه، مجموعه من الفيلل كومباوند. طيب انت المشروع بتاعك هتطبقه، هتطبق الخمسه دول عشان يبقى الفاينل برودكت بتاعك الكومباوند ده. هتقعد بقى تعرف المشكله، طب ايه المشاكل اللي بتمر عليا من اول لما ببني لغايه لما الفيلا دي كلها بتبقى ايه؟ فاينل برودكت.
فهمتني كده يا أستاذ محمد؟ تمام. بعبارة أخرى، المشروع بيتعمل لحل مشكلة موجودة، وكل مشكلة بتحتاج المشروع الخاص بيها، صح؟ والمهندس محمد كتب في هنا يعني خلاص معلومة وصلت لي. طيب في أسئلة تانية؟ باشمهندس أحمد؟ باشمهندس أحمد حسام؟ تمام كده يا باشمهندس. هل في أي أسئلة تانية أنا مش واخد بالي منها؟ لا هي كده الأسئلة الحمد لله كده انتهت. طيب تمام. إن شاء الله بإذن الله نشوفكم بكرة، وإن شاء الله المهندس أحمد حسام بالنسبة للناس اللي هي راحت الصلاة، وبالنسبة للناس اللي ما قدرتش النهاردة تحضر معانا، الراجل مشكورا بيشير على الفيس، وبيشير المحاضرات على اليوتيوب على الجروب، وبيشير على الفيس كل حاجة على الفيسبوك، فكتر الله خير وجزا الله كل خير. والمهندس عمرو سليم برضو، والمهندس أحمد حسام من ضمن الناس اللي عاملين معانا مجهود كبير، أنا بشكرهم بصراحة، شكرا لك مجهود كبير جدا جدا يعني على مجهودك والله بجد، يعني ناس تعبانة معانا وبتعمل مجهود كبير ومتابعة معانا كويس، وجزاهم الله كل خير عن هم أي حاجة بيعملوها يعني. ونشوفكم بكرة بقى إن شاء الله رب العالمين، نكمل بقى الكورس بتاعنا إن شاء الله. شكرا جزيلا يا باشمهندس. السلام عليكم. وعليكم مع السلام السلامة. ورحمة الله وبركاته.